مش حلوة. قفلت له فستان ثمنه جنيه، وعشان يزقني مسمار واحد في الساعة تبقى 50 قرش، واحد مش هتحرق سنة. لا بقى. اهدي. وطي صوت التلفزيون. حاسة عم يضرب على راسي. خير ماما حبيبتي شو بكي؟ راسي. راسي يا لما. حاسة رح يطلع من محله. بعت لي حما سلامتك لتكون رجعت لك نوبة الشقيقة. هيك الظاهر. حبيبتي انت حدور لك بصيدلية البيت اذا لسه بيان دواء شقيقة. انزل لهون على الصيدلية تحت بأول الحارة جيب لك دواء وإشي دقيقة. لا لما لا تروحي، قصة أبوكي على الدواء من الصبح، بس اتصلي فيه حبيبتي. طيب. ايه بابا، بس مشان ماما كأنه نوبة الشقيقة رجعت لها موجوعة كتير. طيب ماشي، الله معك حبيبتي. على هو جاي بجيب لك ماما.